بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يوم الثلاثاء 16/7 مبدل الراشدين مخزن أكبر مخزن للذخيرة للعدو. الله أكبر والله. الله أكبر. الله أكبر. بيان بالعمل. الله أكبر. بيان بالعمل. الله أكبر. هنا جناب في العبوات تحت الدارات بتاعتنا 120 عندها صندوق مدار عندها عامل صناديق. انتوا جيبوا ونحن بنشيل. انتوا جيبوا ونحن بنشيل. الحمد لله مخزن أكبر المخازن عملية نوعية للجيش السوداني. الحمد لله وهذا العمل العدائي هدية لأخونا عثمان مكاوي. طبعا يعني بعد الحمد لله تمت العملية وتحرير لقينا فيديو حايم في الميديا, فيديو مستفز جدا يا جماعة. فنان كده ما بعرف اسمه حليم ولا كظيم ولا منو, جابوا له صورة بتاعت الشهيد عثمان مكاوي وقام مسكه ورماها. والحكايه دي استفزتنا كثير جدا والله, لانه احنا الشهيد قدره عالي عندنا واحنا بنقاتل بكرامات وبروح الشهداء ديل. واحنا كلنا عثمان مكاوي ده لاي فرد من القوات المسلحه بنهديه حاجه واحده. دي صورتك يا الله في قلوبنا. ده اخونا عثمان مكاوي. احنا على حاجه التربي سايرون ان شاء الله. اللي انت رميت صورته يا حليم, اللي انت رميت صورته يا حليم, احنا خدتنه في قلوبنا واحنا بنحارب ما في حفله. اللي انت استكثرت انك ترفعه وتبوسه, احنا شايلين صورته هندي واحنا بنقاتل بها. وبرساله لكل افراد الشعب السوداني يا جماعه, الشهداء ديل واسرهم اكرم ناس ضحوا عشان البلد دي وماتوا بيدافعوا عن 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 شرف ناس كلها. الناس اللي قاعدين في مصر وقاعدين برا, الناس اللي بيدافعوا عنها برضه. فرساله يا جماعه, لو ما قدرتوا تشاركونا هنا في الحرب دي واحنا اخوان الدعم معنوي لكن لكم العذر, لكن ما تقسموا ظهر الناس يا جماعه. اما هذا الحليم فهو ده عمل بيشبهه ودي اخلاقه, واحنا والله ما دارين هو ذاته يجي ولا اشكاله دي دارينها تتعاطف مع, لانه الحرب دي فرزت الكيمان وعرفنا مع البلد منه وما البلد منه. المهم تحيه ثانيه لاخونا عثمان مكاوي لاسره الشهيد عثمان مكاوي. واحنا ربنا يتقبل شهيد ونرسل له رساله انه احنا على الدرب زائرون حتى نلغى الله على ما مات عليه هذا ان شاء الله. ودي حاجه صغيره بس عشان دي يروحوا الشهيد عثمان مكاوي. المخزن ده خلينا نصور مخزن بتاع مخزن بتاع العدو هسه الان. مخزن بتاع العدو الان هسه اللي بدها الرسميه دعانات كلها 120 دعانات 120 كلها 120 بروحك يا عثمان مكاوي. انت جوا قلوبنا والله بس ده واحد جوان بس. نقول لكل الاخوان في الخطوط الاماميه ان شاء الله نصرا من الله وفتح قريب وباذنه تعالى يتحرر اخر شبل من ارض السودان ونحتفل باحتفالات النصر, ما الاحتفالات اللي انت عملت فيها. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. نصر من الله وفتح قريب. الله اكبر والله. والله يا مرتزق نحن وراكم 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 والله. الله يبين وراكم في البلدين والله نحن معاكم. ونزيدكم من الشعر بيت ما عندنا نحن لا تفاوض لا غير ولا اي حاجه. ناس مغتصبين وناس بتاعين نهب, نحن بس معاكم كده. نحن علاجنا معاكم هندا وحسي هندينا ده مخزنكم. استلمنا حي هندا لي حي يبد بس يبد بس بل والله بل والله. السلام عليكم ورحمة الله.